خلا 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 لاش انا معك. مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعين شفتي في هذه البث المباشر مباشره من مدينه الجديده. كما مكتوب معنا هذا الاخ هذا اللي دوز واحد المده سجنيه بسبب السرقه، والحمد لله راه تاب. من بعد خرج دوز 4 سنوات ووفى حدا الام ديالو، توفات الام ديالو، هو دابا راه يعني بحال تقولوا محطم حيت ما دوزش بزاف الوقت مع الام ديالو. يعني هذه النقطه هي اللي ضاراه في الخاطر ديالو. اللي ضاره الخاطر ديالو دابا هاد السيد اللي غادي يعاوديني المعاناه اللي كيدوز. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني عبد الله البصري 29 سنة، 17 مارس نكمل 29 سنة. يعني أنا هذيك العقوبة السجنية اللي دوزتها في 2014 خرجت في 2017 ونقص لي الوكيل واحد السنة نافذة. يعني كنشبه من هاد الشباب المستقبل. دوزت 3 سنوات. السرقة كيف كتشوف راسك دابا الجاي من بعد كتسرق تدخل شي محل؟ يعني كنشوف شي كنشوف راسي غادي بحال شي انسان يعني ما ليه فرصه في الحياه، يعني غادي غير في الهفاش وغادي في التفاش وغادي متبع شي دراري مشي تلين ونهار وعيت. قلت اجي غنفكر لحاجه واحده، يا اما انا داير مع دوك الدراري يا اما انا داير لنفسي. يعني حتى السلطات وكذا وهادي، ويعني سبحان الله ما كيتهمش الانسان. يعني انا مني واجهت امر الواقع قلت غنشوف راسي فاش غادي. يعني شفت دوك الناس اللي كنت ندير لهم في القديم وكنت كنسرقهم وكنت كنخونهم وكنت كندير لهم نطلب منهم حتى دابا السماحه واخا نعرفهم واخا ما نعرفهمش. ومني خرجت في 2017 لقيت الوالده عندي قبل ما توفى هي واحد الانسانه يعني في الدار. تقول دوك الناس اللي كانت كتاخذ اليوم ديالهم ظلما وكنت كتعدى عليهم. يعني كنقول لهم السماحه بزاف وكذا وهذه، والله واخا ما عارفش الوجوه كاع الوجوه مبشره. يعني انسان غلط مره في الحياه. انا دخلت الحبس مره واحده وخرجت من السجن مره واحده، كانت هذه سبب التوبه. يعني هذه والتوبه ما بغيتش نقدمها انا داخل السجن، برنامج هذه والتوبه. علاش؟ حيت بغيت نخرج نشوف مهمتي واش باقى في الحياه. عندي واحد خوتي، واحد كيقرا في التكوين المهني انعاش شغل، واحد كان في الغربه يلاه جا، واحد غادي مسكين، واحد توا في السجن محكوم بعشر سنوات. يعني كنتمنى انا الام، انا الاب، انا الاخ، انا الجد، انا الجده، انا الفاميلا كامله. وكنبغي من الناس يعني تاخذ مني عبره. علاش؟ ما نقولش لكم الوليدات الصغار هادشي اللي غاديين فيه. الام ديالك توفات، شنو كان الاحساس ديالك؟ والصبر وطاعه، الصبر وطاعه، الصبر الصبر. يعني انبياء ورسل توفوا من والديهم، ويعني الوالدين ما شافهاش حب. انا كاع الناس كنشوف فيهم والديه، بحال هاد المراه، بحال هاد المراه، بحال هاد المراه، بحال هاد المراه في الشارع، بحال هاد الراجل. كنشوف فيهم والدي. علاش؟ انسان خالق درويش. انا ما نكذبش عليك، كنسعى كاع كنسعى والله. يعني كيتعاونوا معايا غير الدراري صحابي اللي قراش معاهم في السنه التحضيريه، السنه الثانيه اعدادي، السنه الثالثه، هما اللي كيتعاونوا معايا وكذا وهادي على دوار الزمان. اما انا والوالد عندي راه ساكن غير في براكه، ولكن الحمد لله خبزه قسمه المسكين ربي كل واحد باش يعيش بها. وكنتمنى ثاني الفتيات ما يتعاطاوش داكشي ديال المخدرات، داكشي ديال الفساد، داكشي ديال بزاف. علاش؟ حيت كانوا فتيات داخل السجن وندموا بزاف، ندموا قالوا يا ريت انا، يا ريت انا كنا غير في الحريه. يعني الحريه كتخليك انسان زوين. وكنتمنى ديديكاس ماشي زعما انا موهبه، ماشي نقول لك ضائع، عندي مع الراب، عندي مع الشعر، عندي مع النوطات القافيات، عندي مع الكلمات، عندي مع الشعر. يعني الا كانوا باقي ما عارفينش قيمه الوالدين يحسوا شويه بانهم هما راهم هم الوالدين، ولو صغار السن ملي يكبروا شويه في الله تيكونوا هما المثابه ديالهم. حيت شحال من واحد ما كيعتمدش على والديه، كيعتمد على النفس ديالو وعلى الخلق ديالو وعلى الجسمانيه ديالو وعلى الانسانيه ديالو والطيبوبه ديالو. وحول الناس كاملين كيشعلوه بانه واحد الانسان دروش. يعني حشومي احترامي ماهيش فوق الراس شي. نقول لك واحد الكلمه، اقسم بالله الا انت وجهي ها هو، شوف شو انسان انت، انت كسر بحجاره.
وصيدهم شبه حجارة. يعني هو الشخص اللي ضرب لي سامحه عاد الله وخمس شوش انسان مسامح. علاش يعني كنتمنى الجينيراسيون ديال اليوم اما ما يمشيوش في الدومين اللي مشيت فيه انا، واخا انا عايش ماشي ما عايش، عايش مع عمتي الله يرحم لها الوالدين. وكنتي كتشوف راسك ديك الساعه كيف كنتي كتشوف راسك، كيف كنتي كتشوف النظره ديال المجتمع من الناحيه ديالك انت؟ يعني انا خيبه الامال ديالي ملي كنت كنسرق وكتلص، يعني ماشي يعني الناس كانوا كيشوفوني، الناس كانت كتقول هذاك درواش، هذاك لا ما كيديرش، هذاك ما كيديرش، هذاك ما كيديرش، ولكن ربي فوق منا ما تنساش امر الله ورضاش بحكم الله. والله يرحم الراحل سي فايز، واخا عطاني اربع سنوات عطاني درس في الحياه. السنه الاولى الرياضه، السنه الثانيه القراءه، السنه الثالثه تجويد القران والصلاه، يعني يحكم عليا بالحق، حق حقا حقا. عطاني اربع دروس، يعني خرج في 17 شهر 9 في 12 دابا 15 شهر 3 2023 وكنت من الزبناء كاملين صحابي ولا الدراري اللي كيشاهدوا تشوف تيفي ولا على كل شيء، يعني ما ياخذش واحد النظره ويقول زعما خسرت الانسانيه. يعني الشباب راه ماشي نقول لك ضيع، الشباب خليه يتمتع بالحياه، سواء اللي عنده امه سواء اللي عنده باه الله يخليهم ليه. وانا بكيت دابا ما كنبكي والله، كنبكي من الداخل ماشي من برا. علاش؟ الانسان اللي بكى من الداخل راه كيستجيب لله. ونتمنى لكم دعوات الخير الدراري. الكلمه الاخيره باش تقول الشباب على والديهم، والشباب على والديهم يتهلاو في والديهم ويبوس تحت قدامهم. انا كنت كنبوس الموت تحت قدامها تيجي تقول لي ولدي والله كتهري بالبوسات. يعني الام عدم ام في الكون. وسبحان الله العظيم انا ما جاو دراري زبناء بالسيارات ديالهم، صحابي من الرباط من السلام من العريش حسيمه مشاو الناظور، قالوا لي عبد الله يلا تبع معنا واحد الغناء وكذا وهادي. وانا كنت كندير الغناء وهادي وكنغني، يعني مبغيتش نتبع داكشي ديال البيران والهافات وكذا وهادي، نغني يعني مغني، خاصني نبقى في الشعور ديالي وخاصني نتحكم في راسي من هنا الامام من هنا القدام. يعني راه معجزات واساطير وكذا وهادي وتوفاو، ونتمنى من الجيل ديال اليوم احترام الوالدين وحب الوالدين. ضربني امي ضرب، انا والله الا واحد النهار امي شدات حديده بقات عليا رجل هكا هكا، قلت لها هاني الوالده سيري الله يرضي عليك، هي كتضرب وانا كنرضي، هي كتضرب وانا كنرضي. ولكن نهار توفات وجا واحد الشخص عندي المقهى بالجامعه سبحان الله العلي العظيم، قال لي خويا عبد الله بغيت نسولك. قلت له مالك؟ قال لي الوالده عندك الله يرحمها. قلت له اش كتقول؟ انا ما صدقتش ما صدقتش ما صدقتش، بغيت نشوف امي ديك الساعه واش ميته ولا حيه. حديجه جا عندي ذاك الشخص قال لي امك ماتت، ويعني كان غير استهزأ بيا. ولكن اخر حاجه نقولها الكلمه للناس ديال شوف تي في وهاد الدري هذا تبارك الله ود الخير الله يوفقه ويتمنى لي النجاح وكذا وهادي، بس كان موقفش على خاطره، راه كنت انا كيضيع من الوقت ديالو وهو سبحان الله العظيم خاص كلشي يهتم به. وسمحوا لينا وكنحشانو السلطات ديال المدينه الجديده يعني شي يدير الخدمه ديالها اللازمه. انا كفاعل خير كنفعل الخير، فاعل خير يعني فاعل خير سبحان الله العلي العظيم، فاعل خير وكنعيش مع الناس كامله وخايف من اختاره الله. والشباب ديال اليوم غيتحسن ان شاء الله، ماشي من هنا لقدام غيبقى بهذا الشيء، كل شيء غيتحسن والظروف غتخف. على هذا الوقت اللي احتاجنا من الوقت لا ماشي مشكل ماشي. اذا المشاهدين المتابعين في تي في سمعتوا الدري هذا اللي كيدور بحرقه على الوالده ديالو، ونلتقى معكم نتمنى يكون هذا البث مباشر عبره بزاف الناس، نلتقى معكم بث مباشر الله في امان الله. الى اللقاء.